بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. رسالة إلى باريكي الخير الله صاحب عربة الحمار في تججة، الذي نجح متفوقا في البكالوريا هذا العام 2020 شعبة الآداب العصرية في المرتبة الثانية على مستوى الوطن والأولى على مستوى ولايته تقانت، اعتزازا بصاحب الهمتين، همة التحصيل الدراسي وهمة الكد اليومي على عربة الشاريت من أجل تحصيل لقمة العيش لأسرته الفقيرة بكرامة وإباء. أهدي هذه الأبيات: رفعت همتك العلياء للسحب، رفعت همتك العلياء للسحب رغم الخصاص ورغم الهم والتعب، رفعت همتك العلياء للسحب رغم الخصاص ورغم الهم والتعب، وباليراع كتبت المجد في وطن يهفو إليك لواء في سما الأدب. يا صبر أيوب ما لانت عزيمته ما بين كد وتحصيل من الرتب، هذه طريقك نحو السوق أذكرها وتلك أخرى إلى الأصحاب والكتب. يا صبر أيوب ما لانت عزيمته ما بين كد وتحصيل من الرتب، هذه طريقك نحو السوق أذكرها وتلك أخرى إلى الأصحاب والكتب. علمتنا كيف تحدو الحلم منطلقا وتستفز الرؤى في الكوخ والحطب، علمتنا كيف تحدو الحلم منطلقا وتستفز الرؤى في الكوخ والحطب، وأن كل حمار ليس صاحبه إلا كريما عزيز النفس والحسب، وأن أشرف رزق أن تنائله ما كان من عرق في السعي والطلب. خرجت من أجل أم لا تريد لها سوى رغيف يداوي لوعة السغب، وحولها صبية ما زلت شمعتهم بالحب بالأمل الوقاد كالشهب. خرجت من أجل أم لا تريد لها سوى رغيف يداوي لوعة السغب، وحولها صبية ما زلت شمعتهم بالحب بالأمل الوقاد كالشهب. تمضي لتكتب في الآفاق ملحمة عنوانها لم يزل أسطورة العجب، إن الفتى من يقولها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. سيدي ولا مشات.